مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من تكنو نايل بنتعرف فيها على أحدث تقنيات وآخر ما توصل إليه عالم التكنولوجي من حوالينا. وفي حلقتنا النهاردة هيكون فيها حوار رئيسي عن المتحف الذكي أو مخترع المتحف الذكي، الشاب المصري العبقري اللي اخترع المتحف الذكي واللي كرمه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير. هنتكلم عن النهاردة عن المتحف الذكي و آلياته وإيه تفاصيله، وخلينا نروح لمجموعة من أخبارنا كالعادة، آخر أخبار التكنولوجيا. عندنا النهاردة مجموعة الحقيقة شيقة من أخبار التكنولوجيا في تقنية جديدة هنغير بها قنوات التلفزيون مثلا من خلال البادي لانجوج، أو أن فيسبوك كمان بيحاول أنه يغير الباسورد عن طريق أنها تكون ببصمة الوجه، ومجموعة تانية الحقيقة من الأخبار المهمة جدا والشيقة خلينا نتعرف عليها في التقرير اللي جاي اللي من إعداد زميلنا أحمد صبيح. خلينا نتابع. من المنتظر أن يتمكن سكان دولة الإمارات قريبا من إرسال التحويلات المالية مباشرة عبر هواتفهم الذكية باستخدام محفظة رقمية هي الأولى من نوعها، والتي تستعد شركة تريبل التي تعد إحدى أبرز الجهات العاملة في تمكين الدفعات الرقمية لإطلاقها خلال أسبوع جاتكس للتقنية. وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين إمكانية إرسال الحوالات المالية من خلال التطبيق النقال بشكل آمن وسهل. وبإمكان محفظة تريبل الرقمية المتنقلة ربط المستخدم بأي مصرف أو مستخدم آخر أو نقطة مبيعات بوصفها منصة مفتوحة، ما يمكن مستخدميها من تحويل الأموال بين الأشخاص مباشرة وتعبئة رصيد المكالمات أو البيانات لدى شركات الاتصالات، فضلاً عن دفع ثمن المشتريات وإجراء الحوالات الخارجية. طورت إنتل رقاقة عصبية أطلقت عليها اسم الويهي، تحاكي الكيفية ذاتها التي تعمل بها الدماغ البشرية معتمدة على التعلم الذاتي، حيث تتعلم من تلقاء نفسها مستندة إلى البيانات وتصبح أكثر ذكاء مع مرور الوقت تدريجيا، ولا تحتاج إلى البرمجة التقليدية. وتعد بعصر جديد من التعلم الآلي يتسم بذكاء بصري حاسوبي شبه بشري أكثر سرعة وأقل استهلاكا للطاقة. ومن أمثلة التطبيقات التي تعززها الرقاقة الروبوتات والأجهزة المعتمدة على تقنيات التعرف على الوجه أو كاميرات المراقبة أو أجهزة تحليل والطائرات دون طيار أو معالجة البيانات الخاصة بقطاع الصحة والأمن الإلكتروني أو دمجها داخل المدن الذكية. دشنت مدينة بلا بشر على مساحة 32 فداناً داخل مدينة أنا أربر البشرية في ولاية ميتشيغان الأمريكية، لا تسمح سوى لروبوتات وسيارات ذاتية القيادة وغيرها من آلات الذكاء الاصطناعي بالإقامة فيها. وتحاكي مدينة روبوتات التي أطلق عليها اسم أم سيتي المدينة الواقعية في كافة الظروف، من حيث طبيعة المكان الذي يتضمن 40 واجهة مباني وطرقاً مع تقاطعات وإشارات مرور ومصابيح إنارة وأرصفة وممرات مخصصة للدراجات فقط وأخرى للمشاة وأخرى لصف السيارات وأشجار وصنابير مياه وأرصفة وحواجز بناء وأجهزة مراقبة وأنفاق وجسور. وتعد هذه المدينة مدينة حقيقية لا ينقصها سوى البشر، وتهدف إلى جعلها الموطن الرئيسي والآمن المصمم خصيصاً للشركات والمؤسسات العاملة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والسيارات الذكية لاختبار أجهزتها ومركباتها داخل هذه المدينة الروبوتية قبل المحاولة الأولى في الشوارع والطرق الحقيقية. يتيح موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم فيسبوك لمستخدميه قريباً ميزة بصمة الوجه كبديل لكلمة المرور التقليدية للدخول إلى الصفحات الشخصية. ويختبر حالياً فيسبوك نظام بصمة الوجه على نطاق ضيق
يقتصر على عدد صغير من المستخدمين كوسيلة للتأكد من هويتهم قبل الولوج إلى حساباتهم الشخصية على الشبكة الاجتماعية. وصممت ميزة بصمة الوجه كبديل عن النص أو البريد الإلكتروني المستخدم في إعادة ضبط كلمات المرور، وستكون هذه الخاصية اختيارية، وهي متاحة فقط على الأجهزة التي قام المستخدمون بتسجيل الدخول عبرها إلى حساباتهم. وأشار فيسبوك إلى أن المستخدم سيكون بإمكانه وضع هاتفه على وجهه للدخول إلى حسابه على الشبكة، وسيقوم الموقع بدوره بعمل مسح للوجه ومقارنته بصورة البروفايل الشخصية أو الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدم على الموقع. تم الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2017 في ستوكهولم، والتي آلت لثلاثة فيزيائيين أمريكيين هم راينر فايس وباري باريتش وكيب ثورن. وفاز العلماء الأمريكيون بالجائزة لهذا العام لاكتشافهم موجات الجاذبية وتموجات في نسيج المكان التي كان يتوقعها ألبرت أينشتاين منذ قرن مضى. ولعب الفيزيائيون الثلاثة دورا رائدا في رصد الموجات الثقافية بالتدخل الليزري أو ما يعرف بمشروع ليجو، الذي سجل أول ملاحظة تاريخية لموجات الجاذبية في سبتمبر من عام 2015. استعرضت شركة أستون مارتن البريطانية مشروع غواصة نبتون الشخصية التي قد تغير كل مفاهيم تصنيع الغواصات الصغيرة. وفي الحديث عن تفاصيل هذه التحفة الهندسية قال الخبراء في الشركة: لقد صممناها خصيصا لتكون أخف وأصغر غواصة ثلاثية المقاعد في العالم، حيث زودت هذه الغواصة بمحركات كهربية وبطارية بقدرة 30 كيلو وات، قادرة على ضمان حركتها لـ 12 ساعة متتالية بسرعة 6.5 كيلومتر في الساعة. هيكلها متين وأجهزتها متطورة، مما يمكنها من الغوص لعمق 500 متر. ابتكر باحثون في جامعة لانكستر البريطانية تقنية جديدة تتيح للمستخدمين التفاعل مع الشاشات ببساطة عبر حركات اليد أو إيماءات الجسد، دون الحاجة إلى ريموت كنترول أو هاتف ذكي أو أي جهاز ينطوي على مفاتيح بحاجة للنقر عليه. أوضح الباحثون أن تقنيتهم المبتكرة التي أطلقوا عليها اسم ماتش بوينت ستغير طريقة التعامل مع شاشات التلفزيون، فسيكون بإمكان المستخدمين تغيير القنوات أو ضبط مستوى الصوت أو الدخول إلى التعليمات الإرشادية للتلفزيون بواسطة تحريك أيديهم، بغض النظر عن حملهم أي جسم بأيديهم ككوب شاي أو فنجان قهوة مثلاً. وأشار الباحثون إلى أن تقنية ماتش بوينت تعتمد على نظام أسموه الاقتران المكاني التلقائي للتعرف على حركات معينة، بدلاً من التقيد بتعقب جزء معين من الجسم لمنح المزيد من المرونة، وبالتالي لا يحتاج المستخدمون لتعلم أوامر محددة لتنشيط وظائف مختلفة، كما هو الحال مع أنظمة التحكم بالإيماءات المتوافرة حالياً في أجهزة التلفزيون المتاحة في الأسواق. عالم غير منتهي بصراحة، عالم التكنولوجيا، وكل يوم، مش كل يوم، هي كل ثانية وكل لحظة هناك ما هو دايما جديد. طيب، بعد ما تابعنا جولتنا وأخبارنا النهاردة مع آخر تطورات التكنولوجيا، خلينا يعني نروح ل، مش هنقول اختراع، ولكن هو أب جديد أو أيضا مشروع أونلاين جديد اسمه إيلا، وهي خدمة على الإنترنت لطلب أو تسهيل طلب الطعام في الأردن. طبعا صاحبها سامر ترزي من الأردن معنا عبر سكايب. أستاذ سامر، مساء الخير. أهلا فيك، مساء الورد، شكرا على الاستضافة. نشكرك، ومن طبعا الأردن الشقيق بنحييك، وفهمنا بقى ايه موضوع إيلا، يعني حاجة زي بالنسبة لنا كده اطلب دوت كوم اللي موجودة اونلاين، ولا ايه، ولا الى اي مدى هي مختلفة؟
تمام. هلا إلى عبارة عن شات بوت أو روبوت بيشتغل على شبكة الفيسبوك عن طريق الماسنجر، بيصير باستطاعة الناس إنهم يطلبوا مش مجرد أكل ولكن أي سلعة أو منتج أو خدمة عن طريق الشات دايركتلي بطريقة مؤتمتة كومبليتلي عن طريق برنامج كمبيوتر اللي هو إلا. عن طريق الشات بيصير يقدر يشوف كامل المنيو الموجود من البرودكت أو الكاتيجوريز الموجودة، يختار منها ويطلبها وإذا كان التوصيل على منزله أو ما يشابه ذلك. الهدف منا ان نحاول نساعد اصحاب الاعمال يأتمتوا عمليه المبيعات على اكبر شبكه اليوم بيستعملوها الناس اللي هي الفيسبوك. طيب ليه اخترت بالذات تقديم خدمتك دي من خلال ماسنجر على فيسبوك؟ تمام. اليوم الناس عم بيقضوا أكثر من ساعتين وربع أن أغرج الشخص الواحد بيستعمل فيسبوك و في ناس بتستعمله طول اليوم 100%. فهذا الإدمان منيح لنا لأصحاب الأعمال 100% نستغله، لحيث أنه مدام الناس موجودة في هذا المكان لابد أنه أصحاب الأعمال يعرضوا خدماتهم منتجاتهم بهذا الوسط، فإحنا بنمكنهم أنهم يكونوا موجودين هناك أكثر من أنه ينزل موبايل أبليكيشن جديد على الايفون او الاندرويد او ويب سايت. الناس ما دام موجوده اليوم على الفيسبوك نقدر نقدم لهم خدماتنا كلها بنفس الوسط اللي هم مستعملين. طيب نقدر نقدم لهم خدماتنا كلها بنفس الوسط اللي هم مستعملين او يعني بيتوقعوا. ايه انواع الخدمات اللي هتقدمها للي هيستعملوا الاب ده يا سامر؟ تمام. احنا طريقه عملنا نشتغل بطريقه مباشره مع اصحاب الاعمال اللي عندهم واذا كان مطعم او شخص عم بيبيع منتج على الفيسبوك، كان اواعي، منتجات تجميل، ما يشابه ذلك اي شيء، بيقدر يفوت عنا على الويب سايت يطلب خدمه الشات بوت. بنبني له كامل العمليه من المنتجات اللي راح يحطها على الشات بوت وبنبني ديمو له، بعدين بيقدر دايركتلي يحطه على صفحته الخاصة على الفيسبوك ويصير عن طريقها يخدم زبائنه اللي اوريدي موجودين على هذا الوسط عشان يقدر يبيعهم بشكل مخصص المنتجات اللي بيعرضها. طيب احنا هنا بنتكلم عن أصحاب خدمات وأصحاب أعمال هيقدموا كل الخدمات دي على الشات بوت زي ما قلنا. من هنا هم أكيد بيعملوا سبونسرينج، هنا في نوع من أنواع البزنس نقدر نقول؟ طبعا 100%. الموضوع كله بيعتمد على انه هاي تكنولوجيا جديده باخر اليوم. لابد كمان اصحاب الاعمال انهم يعملوا شويه توعيه للزبائن تبعونهم عن طريق ماركتينج او السبونسرشيب زي ما حضرتك تفضلتي. واعتقد شوي عشوائي زي ما الموبايل ابلكيشن اخذ محل الويب سايت، اعتقد انه الشات بوت راح يصيروا ياخذوا حيز كبير من عمليه استعمال الناس وراح ياخذوا الوقت الاكثر بالاستعمال اكثر من الموبايل ابلكيشن من هون ل ماكسيمم 5 سنين. سامر في تيم ورك او فريق عمل مشترك معاك ولا انت كنت وحدك من البدايه؟ لا طبعا في فريق عمل مكون من 5 اشخاص، احنا من الاردن ومن المغرب ومن سوريا، والحمد لله قدرنا مع بعض يعني نبني البرودكت تبعنا ونشتغل على إلا وذر كان في المسابقه اللي فزنا فيها او عن طريق تقديم خدماتنا لزبائن فعليين عم بيدفعوا اليوم لقاء هاي الخدمه. إلا حصل على المركز الثاني في مسابقه التحدث الالي من خلال ماسنجر لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ازاي حصلتوا على المركز الثاني مع إلا؟ نعم، هلا المسابقه كانت تبحث عن شات بوتس بالتحديد على الفيسبوك ماسنجر، بيسعوا لخدمات معينه بتقدر تساعدهم يكبروا هذا المحتوى عشان يجيبوا ناس اكثر يستعملوا الشات بوتس. قدمنا الشات بوت تبعنا، العمليه كانت على مدى 3 اشهر تقريبا، كانت منافسه من اكثر من 1000 مشترك من 64 دوله. 1000 مشترك من كم دوله يا سامر؟ من 64. تمام. والحمد لله يعني قدرنا ناخذ المركز الثاني، لقوا المنتج تبعنا شيء مفيد ممكن اصحاب الاعمال يستفيدوا منه، وان شاء الله نقدر نكبر مساعدتهم عشان نساعد اكبر. أهمية الجائزة بالنسبة لك هل كانت دافع إيجابي فقط ولا زي ما أنت قلت دلوقتي أنه ممكن تفكر فعلا أن أنت تطوره أو تعمل أبس تانية أو حاجات تانية في المستقبل؟
طبعا هلا هي من الناحيتين اكيد، الاولى انه بتحس انه التعب اللي حطيناه في هذا المنتج لقى احسان وتقدير عن شركه عالميه، اكيد بحفزنا ان نمشي لقدام. ثاني شيء طبعا هذا الشيء فتح لنا كونكشن مباشر معهم عشان نقدر نطور خدماتنا، نقدر نبني اشياء معينه مش متاحه لجميع المبرمجين، مع دافع مالي طبعا راح يساعدنا ان نقدر نمشي لقدام ونكبر الشركه، فاكيد فادنا على الناحيتين. طيب سامر، ممكن تقول لنا اكيد في اي يعني في البدايه لاي بروجكت او اي مشروع بتكون فيه صعوبات كده او اي تحديات بتقابلنا دايما، ايه الصعوبات والتحديات اللي قابلتك في ايلا؟ يعني طبعا كما اي شركه ناشئه بتبلش بيكون في كثير تحديات، اولها ان نلاقي ناس مؤهلين انهم اذا كانوا مبرمجين يبنوا المنتج او ناس تحاول تسوقه، طبعا عمليه طويله ولكن كل شيء له حل. مشاكل ثانيه يعني احنا لليوم يعني من استثماراتنا الخاصه عم نغطي الا ولكن بطبيعه الحال هي طبيعه الشركه، اذا ما كان تحدي معناته في شيء غلط صراحه، ف لابد الواحد يتخطاها عشان يقدر يوصل الى نهايه التحقيق اللي ان شاء الله يكون شيء ويقدر يسمع شركه. ان شاء الله تعملوا شركه كبيره وتكمل النجاحات انت وفريق العمل الخاص بيك، 5 شباب اردنيين عرب، يعني مفرحين جدا ومبشرين للشباب العربي الحقيقه. سامر، طيب قول لنا رده الفعل على ايلا لما بدات شويه تنتشر، زي ما كنت متوقع ولا اكتر ولا اقل؟ طبعا احنا اوليتها بلشنا بالاردن، ولما بلشنا نطلع اوليتها الناس ما كانتش اصلا تعرف شو الشات بوت، كان المبدا كله غريب وجديد. اضطرينا طبعا نشتغل مع اصحاب الاعمال مباشره نساعدهم يوصلوا الفكره لاصحابهم، نشتغل على مطبوعات، نشتغل على فيديوز، نحاول نخلي الناس تفهم اكثر. مع الوقت شوي شوي تطورت الامور، اليوم عند الزبائن عم بنأتمت 15% من عمليه المبيعات تبعتهم عن طريق الفيسبوك ماسنجر. يعني عن العلم الناس كانوا يتقبلوا الاوردرز فقط عن طريق التليفون قبل استعمال الا، لكن الا سمحت لهم يبيعوا عن شبكه الانترنت وتحديدا الماسنجر. الحمد لله اليوم في 9 طبعا لابد فيها التسوق الالكتروني اكبر واوسع زي الامارات خليجة. فان شاء الله قريبا نستقبل ونحاول الى مستقبل قريب. سامر ترزي، شاب يعني مبشر من الأردن الشقيق، بنشكرك جدا. خدمات تانية وأبس تانية أكتر من إيلا، ونستضيفك معانا دايما ومزيد من النجاحات، بنشكرك جدا. هي نماذج عربية للشباب العربي مبشر جدا، زي النموذج أيضا الشباب المصري اللي هيكون معانا بعد دقايق وبعد الفاصل، صاحب فكرة المتحف الذكي، ونتعرف منه على تفاصيله. لكن خلينا نروح للمرأة واللي دايما بتقود كل المواقف، إذا كانت أو يعني إذا كانت المواقف أو المجالات السياسية والاقتصادية، لكن كمان في الاختراعات، في اختراعات نسائية غيرت وبتغير العالم. خلينا نشوف ونتابع.
نساء أنارت العالم بابتكاراتها واختراعاتها، ونساء تقود العالم. طيب خلينا نرجع لحلقتنا وحوارنا الرئيسي النهاردة، وإحنا بنتكلم عن مشروع المتحف الذكي للشاب المصري المتميز بيتر إبراهيم، اللي تم تكريمه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير بالإسكندرية. ازيك بيتر؟ مساء الخير، أخبارك إيه؟ تمام. قولنا بقى تفاصيل كده البروجكت او مشروع المتحف الذكي، يعني ايه المتحف الذكي ده وبيعمل ايه وايه؟ هو المتحف الذكي ده عباره عن سيستم في الموبايلات. تمام. عباره عن الشخص لما بيخش المتحف بتاعه بيخش بالموبايل بتاعه والمتحف، تمام، بيلاقي قدام التماثيل كود كيو ار، بيبتدي ان هو يعمل له سكاننج بالموبايل بتاعه من طريق ابلكيشنز موجوده على الموبايل اوريدي، بيبتدي بقى ان هو يفتح له السايت بتاع الميوزيوم اللي هو داخله، بيبتدي بقى ان هو يفتح له السايت دوت بيبقى عليه سيستم او نموذج محاكاه للتمثال اللي قدام منه ده، بيبتدي ان هو يحط الموبايل بتاعه في نظاره الواقع الافتراضي وبيلبسها. لحظه خلينا يعني واحده كلنا كده، علشان طيب هيدخلنا بالسيستم او بالاب ده على المتحف الخاص وبعدين الموقع بتاع المتحف ذات نفسه. تمام. بس بعد كده يبتدي انه يفتح لي نموذج محاكاه على الموبايل عندي. تمام. مش هقدر اشوف النموذج ده غير لما احطه في النظاره الواقع الافتراضي اللي هي الفي ار. بس فمجرد ان انا احطه وبلبس النظاره ديت بشوف التمثال اللي قدامي ده بيكلمني ويحكي لي عن نفسه وياخدني رحله مكان لو كان عايش يعني فيه. مثلا توت عنخ امون مثلا، دلوقتي انا مثلا دلوقتي كمثال بسيط مثلا دكتور في الجامعه. تمام. الدكتور في الجامعه دوت مثلا حد كان زمان جدا وعبينا ان احنا نعمل له تمثال، تمام، فحاطينه في المتحف، هنعمل له سكان، هنقوم جاي احنا كاننا اول ما نعمل سكان ونلبس النظاره هنقوم جايين كاننا بالظبط من التلاميذ بتوعه زمان اللي هو كان بيتكلم فيه، ويقعد على الكرسي يبتدي ان هو البرزنتيشن ذات نفسه هيبقى عن طريق التمثال ده او الدكتور اللي هو زمان ده. تمام. يبتدي هو البرزنتيشن الحاجات اللي هو عملها ويبتدي هو يكلمه عن نفسه ويحكي له عن نفسه والحاجات اللي هو كان بارز فيها يعني. كذلك برضو الاستاتيو اللي بتبقى في المتحف يبتدي برضو التمثيل الثانيه يكلمه عن نفسه يحكي له عن نفسه، يبتدي ان هو ياخد الرحمه اللي هو كان عايش فيه ويبتدي ان هو يعرف كل الانفورميشن عن طريق الـ يعني السيستم ده. هايل. قول لي ازاي وصلت المؤتمر الشباب الاخير بالاسكندريه؟ هل انت قدمت على الويب سايت الخاص بالمؤتمر ولا ازاي في البدايه؟ هو الحقيقه البدايه خالص كان سياده المحافظ دكتور محمد سلطان محافظ اسكندريه، تمام، هو رشحني ان انا اكون من يعني بعد مسابقه انتل اي سي دي رشحني ان انا اكون من الناس اللي اتكرموا من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب اللي جاي بس، وتمت الموافقه يعني عليا، وبعد كده تم التواصل معايا من رئاسه الجمهوريه لحد ما وصلنا لميعاد المؤتمر يعني. هل كنت متوقع ان انت فعلا تروح في مؤتمر الشباب وان الرئيس يكرمك ويهتم بالموضوع ويكرمك؟ يعني لا، نسبيا لا يعني، بس اتفاجئت يعني لما لقيت رئاسة الجمهورية بتكلمني وكده ان انا هيتم يعني تم اختياري من الناس اللي هم يكرموا سيادة الرئيس يعني. قال لك ايه سيادة الرئيس وهو بيكرمك؟ هو قال لي يعني احنا نكمل وان احنا نعمل مصر يعني وان احنا ما نستسلمش العقبات اللي هتقابلنا وهفضل مكمل يعني. ان شاء الله. طيب انت في الاول حصلت على انتل ايسف، دي جايزه المركز الاول تقريبا من ضمن 12,000 مشروع كان مشارك في المسابقه دي، كانت في الولايات المتحده الامريكيه. كانت اونلاين. هو في ستبس كتير يعني اونلاين مش كده؟ لا انا ما كنتش اونلاين، كان تحكيم كده. هو البدايه احكي لنا عن المسابقه. هو الاول اصلا البدايه خالص كنت مامتي اشتركت لي في مسابقات للروبوتكس من وانا عندي 10 سنين. تمام. ابتديت ان اخد الكورسات ديت في الانسان الالي وابتديت ان انا اخش مسابقات، ودي كانت بدايتي يعني مع الريسيرش والبحث العلمي وكده. يعني انت بادئ تقريبا من 10 سنين ووالدتك كانت متابعه الموضوع في البدايه وبدات تكتشفه وتدعمك فيه. هي اللي هي ده مهم جدا يعني طبعاً. احنا دايما بنتكلم عن الاهل اللي دايما لازم يكتشفوا مواهب اولادهم وينموها والجوانب اللي فيهم. اتفضل. طبعا اكيد. بس فبعد كده بقى ابتديت ان انا يعني اخد كورسات كتير. بعد كده مشرفتي اللي هي استاذه ايمان غازي عرفتني على مسابقه انتل ايسف، دخلت فيها في 2016 اللي هو السنه اللي فاتت، خدت فيها فيرست كاتيجوري على المجال بتاعي اللي هو بيهيفير اند سوشيال ساينس، علوم سلوكيه اجتماعيه. بس فاخدت فيها الاول على المجال، حبيت ان اشارك فيها بعديها بسنه اللي هو 2017 بحيث ان انا اطور المشروع اكتر وابتدي ان انا اخد مركز احسن يعني. بس فدخلت المسابقه ديت اللي هي في 2017 ديت كانت بتمر بكذا مرحله يعني، هم مش 12,000 مشروع كانوا في مسابقه واحده مره واحده وكسبت فيهم، لا هي بتمر بمرحله تمهيديه
بعد كده مرحله المحافظات، بعد كده مرحله الجمهوريه. تمام. كل واحده فيها بيبتدي ان في ناس بيتصفوا. دي حاجه مش فيرتشوال، مش اونلاين. انت قلت لي لا هي مسابقه فعليه. وبيتم بنعمل سبري بورد وبنعمل برزنتيشن والحاجات دي كلها. يعني في درجات كتير اصلا في المسابقه على على البرزنتيشن بتاعي. تمام. والبرزنتيشن سكيلز والفكره البروجكت، وهل بستعين بالسبري بورد بتاعتي والحاجات دي كلها. يعني هاي بتقول كان في 12000 مشروع كانوا السنه دي، كان اكبر عدد دخل من السنين اللي فاتت. يعني هي طبعا مكتبه كلهم من مصر. 12000 مشروع ولا هو في طلاب طبعا بس اللي هم عايشين في مصر، يعني في طلاب من بره بس اللي هم عايشين في مصر، اللي هم طلاب اجانب بس بس اللي هم عايشين في مصر. بالظبط. تمام. بس فالسنه دي بقى اللي هي 2017 دخلتها وخدت مركز اول على 12000 مشروع، اللي هي من بدايه المرحله الاخيره. هم ثلاث معارض بياخدوا من كل معرض اول وثاني وثالث، وبيسافروا منهم تسعة، يعني تسعة بروجكتس بيسافروا في امريكا. انا كنت مركز اول من المركز الاول بتاعهم يعني. بس وخدت جائزه خاصه من الجامعه الامريكيه لعلم النفس، وخدت فيرست كاتيجوري اللي انا خدتها في 2016. بيتر انت بتدرس في الجامعه الصينيه اقتصاد وتجاره دوليه صح؟ طيب قلت لي ان في منحه كمان جايه لك، المفروض ان انت تدرس هندسه بعد المنحه اللي جايه لك؟ لا هو انا المفروض حاليا ان انا المفروض ادرس هندسه اصلا. يعني هو اصلا الجامعه المصريه الصينيه لما كلمتني كان المفروض ان انا طالق ستودنت في هندسه، يعني ان انا عندهم سكولرشيب في هندسه. بس فانا مشكلتي كانت مجموع ثانويه عامه، انا جبت مجموع قليل شويه عشان خاطر ان انا كنت في يعني في امريكا قبل الامتحان بعشر ايام، لان هو بعد التصفيات بتاعت انتل ايسيف بنسافر امريكا وبنمثل كل واحد بيمثل بلده في المسابقه الكبيره. كنا السنه دي من ضمن 1775 مشروع، يعني احنا احسن 1778 مشروع على مستوى العالم السنه دي. تمام. تحت سن الجامعه. بس فابتديت ان هم يعني كلموني كده ان انا ابتدي ان انا ادرس هندسه، بس هي ناقصه موافقه، يعني هي ناقصه موافقه من الوزير، يعني هو اوريدي المنحه كامله وكل وزير حاجه. وزير التعليم العالي. بالظبط. ناقص موافقه من الوزير، يعني اتمنى ان انا احصل على موافقه ان انا اكمل في المجال بتاعي. نتمنى. لان هو اقتصاد اصلا مش المجال بتاعي او الكاتيجوري اللي انا شغال فيها من زمان. انت انجينير او هندسه اكتر يعني تستهويك اكتر. طيب قول لي، اكيد استفدت من سفرك للولايات المتحده الامريكيه. عملت هناك ايه؟ هو اصلا في الاول في الاخر المسابقه اللي انا دخلتها انتل ايسيف دي اكبر مسابقه بحث علمي على مستوى العالم، يعني لو اي حد عمل سيرش على انتل ايسيف حتى لو كتبها بالعربي هيشوف كميه يعني المسابقه ديت كبيره قد ايه، والناس اللي بيحكموا فيها عاملين ازاي. اكبر مسابقه بحث علمي في العالم. اكبر مسابقه بحث. في ناس بيدونا سيشن من واخدين نوبل، يعني في دكاتره واخدين نوبل بيدونا سيشن زي ان احنا نبحث البحث العلمي والحاجات دي كلها. يعني يعني انت لما رحت هناك كان في سيشنز وكان في نوبل. كان في ناس واخدين نوبل برايز وكان هما بيدونا سيشن. هايل. بس فكان فيها طبعا عدد كبير من الناس اللي هم العلماء الجامدين جدا يعني في كاتيجوريز كتير. بس وكان في بقى المسابقه بتاعتها كانت على كذا يوم، يعني قعدنا تقريبا المسابقه كانت حوالي 6 ايام او حاجه زي كده. بس كان كل يوم بقى فيها ودونا يونيفرسال، كان في كل يوم ليه بروجرام خاص يعني. كان التحكيم كان يوم واحد. طيب المرحله اللي احنا فيها مع بروجكت او مع مشروع المتحف الذكي، بتفكر في ايه بعد كده؟ الخطوه اللي جايه للمتحف الذكي. هو الحقيقه يعني انا طول الفتره اللي فاتت باخد كورسز في الحاجات دي عشان اقدر اكملها، فالفرصه الوحيده يعني ان انا اكمل في المجال ده ان انا ابقى في هندسه، لان انا الكورس بتاعتي انا دلوقتي هضطر ان اخد كورس ثانيه لان انا اكمل، لان هو طبعا الحاجات مش خلاص كده. فهندسه طبعا هتساعدني في الكورسات دي، بدل ما ادفع فلوس انا اوريدي باخدها في الكليه يعني وعليها درجات بجانب، يعني بدل ما اخد الكورسز وبجانب الكليه. فانا حابب يعني انا كنت في هندسه بحيث ان انا اخد الكورس ديت واكمل على بروجكت جديد او اكمل في البروجكت بتاعي اني اطوره احسن بكتير او انفذه على ارض الواقع. يعني انا لسه ما لقيتش سبونسر ان احنا ننفذ المشروع على ارض الواقع يعني، بس انا اوريدي منفذه عندي في البيت وعامل نموذج وعامل كل حاجه بس على تمثال واحد يعني. طيب خلينا، انا عايزه اسالك في نقطتين. ازاي محتاج دعم او مساعده عشان تنفذه على ارض الواقع؟ اول حاجه انا محتاج امكانيات، لان الماتيريالز كلها اللي معايا اصلا من الاول للاخر كان اهلي هم اللي صارفين عليا، فهي الماتيريالز اللي معايا مش كويسه خالص يعني انا اكمل فيها. تاني حاجه محتاج لو هيتنفذ فعلا محتاج ناس تشتغل معايا في البروجكت ان احنا نقدر ننفذ او نعمل ميوزيوم كامل في بتقنيه السمارت ميوزيوم يعني. بس فدولت الحاجات اللي انا محتاجها يعني. بجانب طبعا الدعم لو يعني الوزاره تدعم اللي وزاره التعليم العالي موافقه بس ان انا اخش هندسه مش اكتر. طيب دراسه كمان بتقول لي انه مهم جدا انت فعلا تكمل في هندسه عشان ده يكون مجالك وتكمل دراستك الخاصه بالبروجكت بتاعك. هل هتحتاج ان انت تبقى اونلاين بتراسل جامعات تانية او مراكز بحث علمي تانية علشان تقدر تكمل معاهم وتوصل لكاتيجوري
بعد كده هو متطور؟ اوريدي اصلا في اوريدي في المسابقه بتاعتي عامه، يعني هي مسابقه كبيره جدا، ففي من ضمن الحاجات في الموجوده في المسابقه ديت ان في يونيفرستي بره في امريكا وفي جامعه بره، جامعات بره كتير بتبقى موجوده تحت في مكان كده يعني موجود في المسابقه، ابتدي ان احنا نتعرف عليهم، هم بيعطوا لنا ميلز اصلا بيبقى معاهم الميلز بتاعتنا ان هم يوفروا لنا سكولرشيب. فانا جات لي الدعم المالي من جامعه في امريكا يعني، ومعايا الميلز بتاعتها لو حابين يعني تردوها. الجامعه دي اسمها كونسو، كونسو ستيت يونيفرستي، لو حد عايز يعني يدور عليها. فهم وفروا لي دعم مالي بس ناقص بس ايتلس وامتحان سات يعني. فاوريدي في جامعات ان انا ممكن اخد سكولرشيب، ففي هنا برضو في مصر جات لي سكولرشيب، فلو ما جاتش الموافقه فاحتمال يعني ان انا اخد. اكيد يعني هم يعني في امريكا وفي دول كتيره جدا ما بيصدقوا، لو اي حد بيقدر في البحث العلمي او في مش هقول اختراع، ولكن في بيكون في مجال البحث العلمي وبيكون فعلا فعال فيه، بيقدروا ياخدوا المواهب دي علشان ينموها ويدعموها. فعلشان كده طبعا كلهم بيقدروا يتسابقوا او بيحاولوا يتسابقوا عشان فعلا يقدموا كل الدعم ده ليك. فبس احنا بنتمنى انه يعني وزير التعليم العالي يستجيب لطلبك، بانه يعني مجرد لانه انت جات لك اكتر من منحة، وانه يستجيب لطلبك وانك بس تدخل الهندسة بعد كل المنح اللي جات لك، يعني المنح اساسا موجودة. بس اصل هو كمان ديت المسابقة دي هم عارفين ان دولت احسن طلبة تحت سن الجامعة السنة دي، فاحنا كلنا بنبقى طالعين على كلية، فهم بيبتدوا ان هم يعملوا دعاية للكليات بتاعتهم، بيبتدوا ان هم ياخدوا احسن ناس في المسابقات، او بياخدوا هم الطلاب ديت عموما بيوفروا لهم سكولرشيب، لان هم عارفين الناس ديت ممكن تعمل ايه بعد كده يعني. بس بيتر انت بتشغل وحدك ولا منفرد عزفا منفردا، ولا في معاك فريق عمل؟ لا انا لوحدي. لوحدك. طيب انت قلت لنا عن خطط لتطوير المشروع، هتحتاج طبعا دعم او في يعني ماتيريالز هيطلع بكواليتي افضل طبعا بكتير، وهبتدي ان انا ممكن اطور في حاجات اكتر من كده بحيث ان احنا نساعد في المتحف يعني اكتر. لان احنا دلوقتي بنتعامل مع كاتيجوري ملوش علاقه خالص بالانفورميشن او التكنولوجي عامه، وبنحط له حاجات جديده عليه اللي هو التكنولوجي انفورميشن. حتى لما سافرت امريكا ما كانش فيه التكنولوجي واصله يعني. طيب اسمح لنا معنا على الهاتف استاذه ايمان غازي المشرفه على مشروع المتحف الذكي. مساء الخير استاذه ايمان. مساء الخير، اهلا وسهلا، نرحب بيكي معنا. اهلا بيكي. اهلا بيكي. كنتي الداعم او المحرك الاساسي للفكره بالنسبه لبيتر، او احكي لنا عنها من البدايه ازاي المشروع كله؟ لا هي الفكرة فكرة بيتر طبعا، انما انا منتور بتاعه يعني، ممكن اساعده في ان هو يعمل ريسيرش كويس، ممكن ادير المشروع بتاعه يعني، انا اوجهه يروح فين، نعمل ايه، هنتصرف ازاي، هنعمل ازاي فرضيات بحث، خطوات بحث علمي، انما الفكرة طبعا هي فكرته هو الاساس يعني، وهو مجتهد بصراحة وربنا يوفقه وربنا يزيده يا رب ان شاء الله. بس لما بيكون في داعم مهم جدا، استاذه ايمان حضرتك مديره التعليم الذكي بالاسكندريه؟ لا مش بالاسكندريه، هو كان باداره، بس باداره، انما دلوقتي لا، دلوقتي مسؤول الاي تي في الاكاديميه المهنيه للمعلمين. مسؤول الاي تي في الاكاديميه المهنيه للمعلمين. طب قولنا يعني ايه فكره التعليم الذكي هنا، بيدعم الشباب اللي بيكون عندهم افكار ولا بيعمل ايه؟ هو احنا كنا نتمنى كده يعني الحقيقه يعني. نعم. بس هو مفيش امكانيات، بما ان مفيش امكانيات فمفيش تحقيق الهدف يعني. الصعوبات اللي بتقابلكم كلها، اذا كانت زي مشروع بيتر او مشروعات تانية، ان هي فعلا تبقى تشوف النور ويتعرف عليها كل الناس ويستفيد منها، هي بتكون في البداية تمويل من وجهة نظرك؟ هي بصي حضرتك، هو في شقين، في تمويل وفي دعم اكاديمي. انا عايزة مثلا طلاب بيتر وغير بيتر عايزين اتواصل مع الجامعة، المسابقه دي علشان انا اقف بين جادج، بين ايدين جادج، لازم اكون روحت للجامعه بخطوات شرعيه، ما بقاش ودي كده، فعشان يبقى كل حاجه موثقه. فاحنا ما فيش عندنا حد بيسهل لنا ان احنا نتواصل مع الجامعه غير مكتبه اسكندريه حقيقي يعني. يعني لو المكتبه ما كانتش هي اللي بتعمل كده، احنا ما نقدرش نعمل كده. فده بتبقى مشكله كبيره، ان انت عايزه المشروعات بتاعتهم عايزه دعم، وعلشان المحكم يقتنع ان هو فعلا راح للدكتور واتكلم معاه لازم يكون في وثيقه كده، فده صعب جدا طبعا. ده الدعم الاكاديمي اللي بنتكلم عنه. التمويل طبعا ما فيش تمويل يعني، كل طالب بيشتغل هو بنفسه. انا حتى الطلبه اللي بشتغل معاهم انا ببقى جايبه الانترنت مودم،
فري علشان اشتغل معاهم، انا بجيب مكان علشان نقعد فيه. يعني احنا الحمد لله دلوقتي بنشتغل في قوات مسلحه، في نوادي قوات مسلحه اللي هي 26 يوليو وبتاع، كلها بتكون حاجات تطوعيه وتمويل ذاتي دايما للاسف، يعني مفيش دعم اطلاقا. طب تفتكري يا استاذه ايمان، يمكن بعد احتفالنا الاخير ويعني تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد العلم الاخير واعلانه عن تشكيل المجلس الاعلى للمخترعين والمبتكرين لدعمهم، وان يكون في تمويل ليهم اذا كان تمويل مادي او اكاديمي، تفتكري انه ده ممكن يتحقق على ارض الواقع وفعلا يساعدنا في كل المعوقات اللي بنتكلم عنها؟ والله انا اتمنى طبعا، وكل الطلبه اللي في مصر يتمنى، لان احنا عندنا عقول جباره. نعم. بس نتمنى، ويا ريت يبقى في خطوات واضحه، يعني مش عنوان، يعني هو العنوان رائع بس انا اتصرف ازاي، يعني اوصل ازاي للدعم وللحاجات اللي يعني ازاي، يعني لو في خطوات واضحه يعني اهلا وسهلا يا ريت. أكيد احنا بنتمنى التنفيذ ده على أرض الواقع. أستاذة إيمان غازي المشرف على مشروع المتحف الذكي، بنشكرك جدا. تعليق أخير ليك يا أستاذ بيتر أو مهندس بيتر بقى إن شاء الله. إن شاء الله. هو طبعا أستاذة إيمان غازي يعني كانت بترشدني في حاجات كتير في البروجكت، بالنسبة للحاجات الأكاديمية إن أنا أقدر مثلا أروح فين أو فين المكان ممكن تساعدني أو ممكن أنا أخد بعض داتا من هنا أو من هنا، يعني هو أهميته عن المشرف الأكاديمي موجود. وطبعا احب ان المشرف الاكاديمي او عامه تبقى فيه هي في الدراسه، يعني الناس دي تبقى موجوده في الدراسه، يعني المدرس بتاعي يبقى هو اللي فعلا اللي بيشرف عليا ويشرف عليا بيوريني الاماكن المهمه والحاجات المهمه، مش يبقى بس مشرف اسما وخلاص يعني. بس فهي كانت بتقوم معايا يعني بدور كويس جدا الحقيقه. في الاخر طبعا احب ان انا اقول لاي حد يعني لو هو عنده اي حلم او عنده اي حاجه، لا هو الحاجه بسيطه خالص انك توصل لهدفك يعني في الاخر. بس لازم طبعا بالجانب من دوت يعني سيادة الرئيس مش هيشتغل لوحده او بعض الناس اللي هتشتغل لوحده، لازم برده يبقى في بعض الاستثناءات والحاجات ديت يعني كلهم يبقى عندهم امل، عشان في كتير بيكون عندهم احباط انهم يعني احنا بندي نفسينا امل، بس هو مع الاسف الامكانيات اللي معانا او الظروف اللي احنا عايشين فيها بتهدم الامل ده. فيا ريت يعني لو بيبقى في دعم من الوزارات او دعم من الجهات المسؤوله عن الحاجات ديت، يعني اقل حاجه خالص بسيطه، يعني انا بقول لحضرتك انا جات لي المنحه بس ناس موافقه، هي ناس امضى بس ان شاء الله. وهتكلمنا بعد الحلقه وتقول لنا ان شاء الله انت دخلت الهندسه بالمنحه. بيتر ابراهيم الشاب المصري او ان شاء الله مهندس المستقبل صاحب مشروع المتحف الذكي، بنشكرك جدا، اتمنى لك كل التوفيق بيتر. شكرا. كل الشكر لكم ايضا مشاهدين على طيب المتابعه. انتهت حلقتنا النهارده من تكنو نايل وكل اخبار الاختراعات والتكنولوجيا، ولكن اسيب حضراتكم في نهايه الحلقه مع تقرير عن الروبوتات الذكيه اللي بقت طبعا اهم الاختراعات والمبتكرات الذكيه حول العالم في معرض الروبوتات الذكيه ل 2017 باليابان. الشركة العالمية العاملة في هذا المجال قدمت أحدث ما توصل إليه العلم من مخترعات في مجال الروبوتات. أسيب حضرتكم مع أو حضرتكم مع التقرير، وشكرا لطيب المتابعة القادم من معنا أني الأقرب إليك. تحياتي. الذكية في اليابان لعام 2017 يقدم أحدث الروبوتات التي يمكنها أن تستمع لك أو أن تلعب مع الأطفال، والتي تشارك الإنسان في جميع أنشطته اليومية. وتتسابق شركات التكنولوجيا العملاقة في اليابان لتقديم أحدث مقترعاتها في هذا المجال. ومن هذه المبتكرات التي نراها في المعرض الذراع الروبوتية التي تقوم بلعب تنس الطاولة ولا تفقد كرة واحدة، أي أن هذه الذراع الروبوتية لا تقوم بعمل أي خطأ أثناء اللعب. ومن أبرز المعروضات أيضا روبوتا للأطفال يسمى كوكوتو، والذي يقول عنه يوساكو أوتا رئيس مجلس إدارة الشركة المنتجة للروبوت كوكوتو أنه صمم للعب مع الأطفال ومشاركتهم أوقات فراغهم بالرغم من أنه روبوتا تعليميا، ويضيف أنه روبوت على شكل كرة ليتعامل مع الأطفال الصغار فلا يسبب أي ضرر أو جرح حينما يلعب الأطفال مع كوكوتو. وكان لافتا للنظر مجموعة من الروبوتات تعمل معا، حيث يقوم الروبوت الذكي سوتا
بأخذ التعليمات والتوجيهات من الإنسان وتخزينها في ذاكرته، ليقوم سوتا بإعطاء الأوامر لروبوت آخر يمكنه حمل الزجاجات ووضعها على أرفف، ما يعني أن هذه المجموعة الروبوتية يمكنها أن تعمل معا في معمل أو صيدلية. كما تعرض العديد من الشركات كثير من التطبيقات التي تسهل على الإنسان المعرفة، مثل تطبيق يجعل زائري المتاحف يتمتعون بأدق التفاصيل في اللوحات العالمية. ويزور هذا المعرض سنويا العديد من الهواة والمتخصصين ليطلعوا على أحدث ما وصل إليه علم تكنولوجيا الروبوتات.